يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على شاشه صدى البلد. طبعا زي ما احنا معودينكم النهارده هتبقى معانا فقرات حلوه جدا وان شاء الله تعجبكم. بس قبل اي حاجه طبعا لازم ارحب واسلم على اصحابي وحبايبي خطيب وشريف المنورين النهارده في الاستوديو. لا والله ما حد منور غيرك. انا عارف. ثانك يو. عارف والله. وال بيسموه ايه بقى الجليتش. بس اسكت الناس مش شايفه. مش لازم. على القلاب شغاله قلاب في عينيها مش عارف ابص لها. عارف يعني اللي هو مش عارف ابص لنوران مش عارف ابص لها باني وجه لان كمان مع النبيتي تحت والجليتر فوق مع هي ما شاء الله منوره طول الوقت ما شاء الله الله اكبر. حاسها كده دايما كده في اضاءه جايه من عندها. ده انت بص انت بعد الفاصل انت هتتظبط بعد الفاصل. النهارده جايه بقى نيو كلاسيك جايبه لبسه لطيفه وبتاع فيلفت. ثانيه واحده ثانيه واحده. ستوب يا ابني ستوب يا ابني. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا نونو؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل؟ انا تمام انا تمام الحمد لله. ازيك يا استاذ خطيب؟ ازيك يا شباب؟ حلو النيو لوك بتاع الشنب ده ومش هنقول احنا قلنا عليه ايه قبل الهوا. لا مش بس الشنب الشعر كمان والشعر كمان يا جماعه مش عايز اتكلم عن نفسي والله شويه فوق شويه تحت. انا مستخدم حوالي نص كيلو زيت على شعري بقى. نص كيلو زيت في كيس تقريبا. أيوة. مش عارف ايه. ما علينا ما علينا ما علينا خلينا نبدا حلقه اليوم. ربنا يخليك لينا يا شريف والله. والله خد لي حقي على الواد ما هو ما فيش يعني بشوف حد بقى بيدافع عنه بعد كده على فكره اللي بيحصل في البرنامج سمي وتوكل على الله. اللي بيحصل في البرنامج انا مش هتكلم دلوقتي انا هتكلم بعدين ماشي. خلينا نبدا طبعا فقرات النهارده مع حضراتكم وزي ما قالت نوران الحلقه النهارده حلوه جدا فيها فقرات كتير حلوه. هنبتدي من الاخر الاول واخر فقره معانا هي الفقره الدينيه مع الداعيه يوسف عادل اللي بيقدمها زميلنا شريف بديع. حلوه قوي شريف بديع تمام جدا صح عشان ديني لا مخارج الالفاظ في تطور ملافظ الاخراج ملافظ. طيب يا جماعه خلينا برضو نكمل معاكم كده بقيه فقراتنا. زي ما كان خطيب بيقول كلنا عارفين ان يمكن يكون الصحه النفسيه بتكون اهم حاجه ويمكن كمان دي من اكتر الاضرار او الامراض اللي ممكن تصيب اي انسان خصوصا الشباب والمراهقين. ويمكن كمان المراهقين بيعدوا بفترات كتيره جدا ممكن يكون مش عارفين هم بيمروا بايه. ويمكن كلنا لما كنا صغيرين كان في تفاصيل احنا بنكبر بيها وبتفضل جوانا وبيجي وقت او سن معين بنقدر ان احنا نعبر ونقول بس ممكن يكون حصل لنا ضرر نفسي كبير جدا يأثر في سلوكنا. فاحنا بنتكلم النهاردة او هنتكلم طبعا لما نيجي لمعاد فقرتنا اكتر عن الصحة النفسية خصوصا للمراهقين. وهيكون طبعا ضيفتنا ايمان جابر مدير ادارة الاطفال والمراهقين في الامانة العامة للصحة النفسية من ضمن فقراتنا النهاردة تبعوها. حلو جدا. اما دلوقتي طبعا احنا هنتكلم معاكم عن موضوع هو حديث الساعه وفي العالم كله هو انه البلاك فرايداي بدا. وطبعا اكيد الناس كلها بتستنى التخفيضات وموسم السيل في كل المحلات وفي كل الاماكن عشان يقدروا يشتروا الحاجات اللي هم عايزين يشتروها باسعار مخفضه. وفي نفس الوقت ممكن يبقى عندهم فرصه انهم يشتروا حاجات ممكن ما يكونوش محتاجينها بس فيما بعد هيحتاجوها. احنا في الفقره دي هنتكلم اكتر عن ايه الفكره ان التجار بيحاولوا على يعني في جميع انحاء العالم ان هم يجذبوا انتباه المستهلكين بشكل كبير جدا ان هم يشتروا باسعار مخفضه. وايه الفكره او يعني مثلا من الناحيه النفسيه لو اتكلمنا عنها ان الموضوع ده ليه استراتيجيه نفسيه كبيره جدا وليها تاثير على المستهلكين بشكل كبير جدا. طبعا كانوا في امريكا يعني كان هم اول ناس بداوا الموضوع ده عشان يعملوا حراك اقتصادي خصوصا انه جت فتره كان فيها ركود اقتصادي كبير جدا بسبب ارتفاع الاسعار والازمه الاقتصاديه اللي عدت على امريكا من فتره او يمكن من 2008. بداوا ان هم يدوروا على سياسات شرائيه مختلفه يشدوا بيها انتباه المستهلكين وكانت من هنا بدات فكره البلاك فرايداي اللي بتبدا في اخر جمعه من شهر نوفمبر. لكن احنا في مصر الحقيقه بدأنا فعلا نمشي بالسياسة دي ولقوا انه في تفاعل كبير جدا من المستهلكين ومن الناس اللي عندها حب للشراء بشكل كبير جدا مش بس لبسة او جزم او اي حاجة احنا بنلبسها ولكن كمان منتجات مختلفة ممكن ما نكونش بنستخدمها لكن فكرة الاقتناء موجودة عند المصريين بشكل كبير جدا. هنتكلم في الفقرة دي عن الأسباب النفسية اللي بتخليك أنت تتشد لحاجة ممكن يكون مكتوب عليها offer أو عرض وفي نفس الوقت لو هي بسعرها العادي إيه اللي يخليك ما تشتريهاش وإيه اللي يخليك تشتريها وهي مخفضة لكن أنت أصلا مش هتحتاجها. تفتكر إيه السبب؟ بصي هقول لك حاجة يمكن السبب أنت برضو لخصت الموضوع بطريقة حلوة قوي حتة برضو العرض إزاي؟ يعني حته العرض ان احنا بتلاقي حضراتكم وانتم رايحين اي مكان كلمه اوفر او سيل او مثلا باي 2 جت 1 او
حسب ايه مختلف. لو فتيجي تحسب مثلا كل قطعه او بيس بقت بكام، فتلاقي نفسك ايه ده، يا دي كانت لوحدها مثلا برقم، بعدين فتلاقي الثلاثه تقف، الناس بتقف تحسب بجد في المحلات، فيقول لك لا ده انا كده وفرت كتير يعني. جدا وكسبان. فهو برضو نيجي نبص لحته ثانيه، ان اكيد برضو صاحب الشأن مش خسران، يعني ما حدش بيكون بيتاجر اكيد مش هيكون خسران، بس في نفس الوقت برضو احنا بنقتنع ان انا كده كده كنت هشتريها بالغالي. يعني كنت هشتري قطعه واحده مثلا بالغالي، طب لا ده في اثنين او ثلاثه بسعر اثنين، فلا ده انا كده ممكن اكون عملت صفقه، ما انا كده كده هشتري. ففي ناس بتتشد قوي ورا الحاجات دي، وفي ناس مجرد بس ان هي تشوف ده النهارده بلاك فرايداي، ده النهارده السعر كان كذا فمحطوط تيكت بقى بكذا، فهي دي صفقه العمر مثلا. فهي ناس بتجري ورا ده اكتر. بحس ان احنا سابقين في حوار الحاجات الكاتشي، الاسعار الكاتشي دي. يعني مثلا تلاقي الناس اللي بتبيع خضار، والراجل بتاع التروسيكل بتاع الموز ده من بعيد تلاقي مثلا كاتب ايه 3 جنيه مثلا الكيلو، تقرب تلاقيه عامل نص 3 350، بس عامل الخمسه ايه صغيره قوي. فهو جابك يعني في الاول في الاخر، وعايز يجيبك عشان لما تقف قدامه يروح مدوقك المزايه وهتعجبك وهتجيب بقى باقي الموز. برضه الناس ده اللي بيحصل في التخفيضات، تلاقي تخفيضات بشكل كبير جدا على الازاز بتاع هو بيزود المحلات. النص عشان المزايه اللي انت دقتها بالظبط. طيب خلونا طيب معانا دكتور وفاء شلبي، اخصائيه الطب النفسي، هتكلمنا اكتر عن ايه سبب جذب انتباه الجمهور بالشكل ده من قبل البائعين او التجار من خلال التخفيضات اللي بيعملوها خلال شهر نوفمبر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا نوران، ازيك؟ الحمد لله، منورانا في انبوكس. جدا. ازيك يا خطيب؟ ازيك يا شريف؟ ازيك يا دكتور؟ شفت ازيك يا دكتور عامله ايه؟ ازي حضرتك، منورانا يا دكتور. جدا. دكتور احنا في البدايه كده عايزين نعرف من حضرتك، يعني ايه اللي بيخلي الناس تنجذب كده ناحيه كلمه سيل او تخفيض بيبقى مكتوب عند المحلات؟ بص هقول لك على حاجه، التسويق كله قايم على علم النفس كله، يعني كل التسويق والبيع كله قايم على تكنيكات نفسيه معينه بيقدر المصوت يستهدف ازاي الشخص المستهلك اللي عايز يشتري. فانت كنت لسه بتتكلم على حاجه كويسه جدا قبل ما اتكلم، وبتقول مثلا على الرقم اللي بيبقى مكتوب. فهو مثلا لما يقول لك 390 او 395 غير لما يقول لك 400. بالظبط. ده بيلعب على فكره انك اول ما بتشوف الرقم الاول ال 300 دي. طيب فكره ان هو يقول لك حاجتين بسعر واحد وانت مش محتاجها. فانت هنا لو قال لك مثلا الاثنين ب 100 جنيه، فانت بدل 200، فانت هنا مش كسبت ال 100، ده انت خسرت 100. لان انت مش محتاجها اصلا. صح. بيقول لك ما هي مش هتخسر، كلنا عندنا مش هتخسر، هتنفع. هي دي الفكره. ان التسويق كله قايم على حاجات سيكولوجيه بيقدر ازاي يستهدف كمان، عشان احنا كلنا عندنا ثلاث ذوات، مش عايزه ابقى بقول كلام معقد يعني. بس احنا عندنا في طفل جوانا، يعني عندنا كلنا كبشر في طفل كده جوانا، هو البائع بقى او المصوت بيشتغل على الطفل ده بالظبط طول الوقت، اللي هو بيتهافت على الحاجه بدون ما يفكر. بالظبط يا دكتور. هو كمان يمكن كل الناس بتجمع دايما على حته اللي هو مثلا 199. يعني انا من الناس اللي ببقى مستفز جدا من 199 399 كان كنت بشتري خلاص، الكلام ده خلص خلاص. فحته 99 دي انا بقيت حاسس ان هي بقت مهروسه، يعني ان هي خلاص بقت معروفه جدا، ولسه برضو ملتزمين بيها. بقول لهم 199 من يعني 200 يا خلابيط يا يعني بتشتغلوا ناس يا طيب دكتور وفاء، يمكن في ناس مثلا ما عندهاش سياسه الشراء طول السنه، بتحب توفر قوي وتحب تشتري في الوقت المناسب الاحتياجات اللي هي بتبقى محتاجاها في وقت معين. هل لما يبقى في تخفيضات كبيره جدا ممكن نفسيه الشخص او سلوكه يتغير من ناحيه الشراء، ان هو ممكن يلاقي نفسه انه بيشتري حاجات كتيره جدا بمبالغ كبيره ما كانش عامل حسابه عليها؟ ده حقيقي جدا، لانه هو حسب عامل الجذب اللي قصاده، يعني حسب الشخص اللي قصاده بيقدر يجذبه ازاي، وبيقدر يخلي طول الوقت مستحوذ على عقله. وخدي بالك يا نوران، انا عايزه اضيف حاجه مهمه جدا.
الناس لازم تفهمها بخصوص التسويق والبيع والحاجات اللي احنا شايفينها الايام دي، انه هوس الشراء من ضمن الاضطرابات النفسيه. يعني هوس الشراء ده مرض. لسه كنت اسال حضرتك في الموضوع، فعلا في ناس عندها الهوس ده، عندها اللي هو حب الشراء. يعني انا سعادتي في الشوبينج. بالظبط. فكره كمان ان هو يبقى عرض، يعني هو مرض لوحده وعرض ضمن اضطرابات نفسيه اخرى. فلذلك هو ممكن يتخرب بيته حرفيا، ممكن يفلس بسبب ان هو مشاعره على طول هي اللي بيطلع في دماغه يشتري الحاجه يروح يشتريها. مش عارفه خطيب ده خطيب بيبتسم وانا بتكلم ولا اصل حضرتك دوستي على حاجه جامده جدا، وقلت ان يعني الناس اللي عندها اقبال على الشراء دي عندها اضطراب. يعني انا كده اضطراباتي زادت. زادت واحد. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الله يطمنك يا دكتور. معلش امسك النقطه دي ونتكلم فيها بعد اذنك. هي فكره هوس الشراء ده ليه اساس ان الشخص بيبقى عنده اضطرابات نفسيه ليه؟ زي ما قال شريف دلوقتي، بيبقى رابط سعادته بالشراء. يعني رابط سعادته بالحاجات اللي بيجيبها. للاسف بقى ان دي سعاده وقتيه جدا. يعني هو دلوقتي هيشتري ويجيب وهينبسط، ايوه فعلا، وهيبقى نفس الافكت بتاع اي حاجه فيها ادمان او اي حاجه حصلت بتبسطه، بس دي وقتيه، بعد كده هيفوق على الفاتوره. طب يا دكتور ايوه بالظبط، الفوقان بقى على الفاتوره، هل الهوس ده الندم متواجد اكتر عند البنات ولا عند الرجاله؟ لا صدقني لو قلت لك مفيش احصائيات تثبت انه متواجد في حاجه حد اكتر من الثاني، وخد بالك مفيش احصائيات لاي حاجه سايكولوجيكال، لانه صح. في ناس ممكن تبقى عندها مشاكل وما بتقولش، فانت ما تقدرش تحصر ده حسب الشخصيه نفسها. اتعرف عننا كستات ان احنا بنشتري اكتر، هي سمعتنا كده بقى. يعني دي حاجه بقى معروفه عننا. انا قلت اسال بصراحه يا دكتور، يعني قلت اسال. طيب يا دكتور، انا بشوف الاثنين في العياده، الاثنين في العياده بيجوا ندمانين على اللي اشتروه. بالظبط، سواء رجاله او ستات. طيب يا دكتور، بالنسبه برضه دلوقتي ان بقت كل حياتنا بقت اونلاين وعلى السوشيال ميديا، وبقى هو ده الطريق للشوبينج دلوقتي، في ناس ما بقتش عايزه تروح تخرج وبقت تعمل الشوبينج بتاعها على الابلكيشنز، وطول الوقت بقى ارمي في السله ارمي في السله ارمي في السله، والحصيله بقى بتبقى كبيره. هل برضه ده في شيء من التلاعب، ان مثلا النهارده الابلكيشنز دي بتعرف انا عايز ايه طبعا، وبتعرف تديني الحاجات اللي انا عايزها طول الوقت، وازاي اقي نفسي؟ حلوه اقي نفسي. وازاي اقي نفسي من هذه الاشياء؟ بص طبعا في مشكله كبيره جدا، لان انت بتنتبه، مخك بينتبه انك بتصرف لما بتطلع فلوس من جيبك. بتنتبه انك بتصرف، لكن وانت بتستخدم الكريدت كارد بتاعتك او اي حاجه إيه، انت مش بتتخيل ان دي فلوس. على فكره انا كده يا دكتور، وشريف كده كمان. يعني انا لو هدفع فلوس كاش احس بالموضوع، لكن لو بالكارت بعدين بنتفاجئ في الاخر رصيدك صفر، فهو امتى حصل الكلام ده؟ صح بالظبط كده. فهي طبعا بتبقى بتلعب عليك. انا النهارده انت بتفكري في حاجه، انت بتفكري في حاجه عايزه تشتريها، بتلاقيها طالع عليك سبونسر في الجنب كده، حاجات كتير قوي ومواقع كتير بتبيعها. فطبعا ده كله بيخليكي طول الوقت انت اوبسست بالشراء، وتقعدي تدخلي من موقع على الثاني. كل ده بيستغل العامل النفسي بتاعك. وطبعا نادر قوي لما تلاقي حد بيحاول يعمل كنترول على ده. مظبوط. يمكن كمان يا دكتور الاونلاين سهل سلوك الشراء عند الستات والناس الكبيره، مش بس الشباب. يمكن انا لاحظت انه ستات وهي قاعده في البيت مثلا، امهاتنا في العادي ممكن تنزل تشتري اللوازم، لكن دلوقتي طول ما هي قاعده اونلاين بتلاقي حاجات بتجيبها للبيت لنفسها لاولادها، فده زود كمان السلوك الشرائي عند الامهات والابهات بشكل كبير. بالظبط، لان انت لما تقولي انا هنزل اشتري وتحددي ميعاد، ويكون الرغبه اللي عندك ابتدت تخفت او تبقى مش جاده زي الاول، غير لما يكون انت بتفتحي الموبايل تلاقي حاجه قصادك، فخلاص انت بتشتري على طول في نفس التوقيت. طب يا دكتور دلوقتي هو ايه اللي حضرتك تقدري تنصحينا بيه والساده المشاهدين برضو على حته مثلا الشراء؟ يعني هل مثلا اللي قادر يحوش مبلغ مثلا لكل شهر، ولا يحوش مبلغ لسنه ويستنى عروض، ولا حضرتك شايفه ايه اهم حاجه في موضوع الشراء ده من ناحيه الصحه النفسيه؟ شايفه انه انت بتحدد احتياجاتك قبل ما تنزل، انت عايز ايه؟
وبتكتب كده على الموبايل او نوت في قلم بتكتب في قلم ورقه بتكتب بالظبط انت عاوز ايه وتبتدي تنزل تشتري بس الحاجات اللي انت عايزها ما تبصش على اي حاجه تانية. ايوه طيب ماشي يا دكتور معلش بس النقطه دي عند ناس كتير ما بتقدرش تتحكم فيها يعني ممكن مثلا انا ابقى نازله مش دماغي ان انا اشتري اي حاجه خالص بس لقيت حاجه عجبتني ومش قادره ان انا ما اجيبهاش ولو ما جبتهاش بروح ندمانه جدا ازاي اتحكم في الموضوع ده لا ما انت لازم تفكري اذا كنت محتاجاها او لا بصي يا نوران عشان انا فاهمه انت بتتكلمي في ايه احنا دلوقتي يعني في حاجه بعيدا عن اللي احنا بنتكلم فيه احنا احلى حاجه واحسن حاجه في دوالبنا وفي حياتنا وفي بيوتنا هي اللي جبناها صدفه ايوه جدا جدا لو عندك ايفنت انت هتنزلي علشان تجيبي له حاجه هتبقي مجبره تجيبي اي بالزبط. حاجه وهتبقى اوحش حاجه في دولابك بالظبط فبالتالي انت تسالي نفسك محتاجاه ولا لا لو انا محتاجاه بجيب يعني انا عارفه ان انا بحضر بروح مثلا لقاءات بروح هنا بروح محاضرات عندي حاجات مؤتمرات ببقى عارفه ان انا هحتاج حاجه فورمال فانا لما اشوفها الاقيها ممكن تنفعني فاجيبها انما فكره ان انت ما تكونيش محتاجاها هي دي الازمه ان انت تشتري وانت مش مشغله عقلك كويس متاكده ان الحاجه دي فعلا هتنفعك دي الازمه بقى طيب يا دكتور عايز برضه اسال حضرتك سؤال يعني ملمس برضه معايا حبتين وهي فكره ان الواحد بيبقى في العادي اساسا ما بيعملش شوبينج بس الفلوس بتخلص. يعني انا بقالي كتير ما روحتش اي مول واخد بال حضرتك ازاي بس المرتب بيروح فين انا مش عارف بص انا هتلاقيني بشترك معاك في الموضوع ده انا بحس ان انا مسروقه طول النهار صح انا بتقال احنا مش محتاجين دكتور نفسي احنا محتاجين دعوه يعني احنا محتاجين دعوه كده حد ابن ناس واخضر كده يروح مدينا دعوه يعني يا ريت نحافظ على فلوسنا يا ريت يعني ان شاء الله شكرا لحضرتك يا دكتور وفاء شلبي طبعا اخصائي الطب النفسي شكرا لحضرتك نورتينا يا دكتور جدا ايه يا ابني في ايه اصل بجد انا بقالي كتير جدا ما شايش لبس مثلا يعني وبقالي كتير جدا ما عملتش اي شوبينج ولا فلوسك بتروح فين فمش عارف بقى ومش عارف احوش قال لها طب انت بتخرج كتير وقاعد في البيت على يدي انا عارف انا هقول لك انت ناسي موضوع المانجا ولا ايه لا بس مش كان بيرجع بيبعت يجيب عربيه نص نقل لا بس برضه ما خلصش فلوسه يعني مش لا تخلص ما يكون جايب مثلا 3 طن داخلين عنده على البيت يعني ما ده برضه مشكله يعني هو ممكن فعلا الشتاء ايه ما هو جايب معامل خزين للشتاء فالفلوس خلصانه هو واخد قرض تقريبا وبيسدده بسبب الموضوع بقى ازمه بجد ان انت فجاه كده مش عارف تحوش ولا اي حاجه بس بقى عشان ما تقلبوش عليا الحمد لله ما تقلبوش عليا الموضوع بص الحمد لله طيب يعني خلينا انا فوجئت ان النهارده البلاك فرايداي يعني تخيل لو انا معايا فلوس النهارده ابقى مرتب اقول لك على حاجه انا والله عمري ما نزلت اشتريت في سيل ولا في تخفيضات ولا اي حاجه انا زيك يعني انا اصلا ما اعرفش ان امتى ميعاد السيل والحمد لله ان انا ما عنديش الحته دي بس في الاخر على فكره مش هنلاقي حاجه في السيل يعني هنروح نلاقي حاجات زحمه كلها. انا بشوف الزحمه اخش بحس اللي هو يعني بلاقي زحمه بعدين يعني تخش تلاقي حاجه جوه بارقام غريبه فاكتشفت في الاخر ان الناس ساعات ما بتشتريش ساعات هم يعني في كده نوع معين من التسويق بيبقى في ناس تبع ناس بيجوا يقفوا جوه المحل عشان يعملوا زحمه مع الناس فتخش تشوفي الزحمه دي مش فاهمه يعني تعدي من قدام محل تلاقي محل زحمه جدا ايوه ما انا بحاول بتاع ده احنا بيخش ياخد فكره يعني بيخش يتفرج وفي زحمه وفي ناس بتبقى قصده كشركات براند كتسويق اوكي ان هي تعمل يزود الترافيك جوه المحل يزود الرجل جوه المحل علشان يبقى في اقبال اكتر فالناس تبقى ايه ده اللي عليه زحمه ده كده اسعاره حلوه فتخش فممكن يعجبك حاجه فتجيبيها انا عايز اسالكم سؤال يعني بما ان البلاك فرايداي بقاله كذا سنه في مصر يعني والمولات بتبقى بجد من الساعه 6 الصبح تقريبا الناس بتلبس وتنزل لحد الساعه 12 او 1 بالليل حسب تفتح. لحد ما المول يقفل بيفضلوا واقفين طوابير عشان اوفر معين موجود في محل موبايلات مثلا او حاجات الكترونكس او لبس او كلام ده كله انتوا ممكن في يوم من الايام تقفوا في طابور زي ده مش فاضي والله ما صعب جدا صعب فاضي الصراحه لا لو لقيت انه في حاجه انت هتجيبها ب 50% خصم وهي سعرها كبير جدا وغاليه قوي بس انت لو وقفت استنيت شويه واستحملت هتجيب الحاجه دي بنص ثمنها او ربع ثمنها انا هشوف مين من صحابي ليه علاقه بالشركه دي او شغال جوه والله بكلمك بجد انا مش مسالين بجد انا بجاوبك اهو بجد هشوف مين من صحابي جوه الشركه دي هقول له انا عايز كذا وهاجي ادفع مش هقف برضه في ما اقدرش مش هتقف في اللاين لا 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 اوكي
حتى لو الحاجة دي انت كان نفسك فيها ولقيت عليها أوفر مثلا 50-60-70%. يعني بصي هي يعني لو حاجة قاتلة بالنسبة لي، يعني حاجة اللي هي محتاجها جدا ومثلا ما كانتش موجودة في مصر وجت أو أي حاجة، ممكن، بس ما اعرفش، ممكن لما اتحط في الموقف اعمل كده يعني. وانت يا بيبو؟ انا برضو لو حاجه محتاجها هتقف في لاين. بس من غالبا مش بيبقى لبس يعني. بيبقى ايه؟ حاجات بقى بتاع الخيل، مزيكا، حاجات كده. انا عارف مانجا. هما بيعملوا سيل على حاجات الخيل، الالات الموسيقيه، كل الحاجات دي. الحاجات اللي انا محتاجها بتبقى دايما في ارتفاع، مش عارف ليه. بلاش دعوه، بيجي بلاك فرايداي بيجي عندها ويقف. يعني يوم يحصل له شغل. يوم انا رياضه الخيل ده من اغلى الرياضات اللي في الكون. يعني اقل حاجه لو هجيب جلوفز. طبعا مكلف جدا، غالي جدا. يعني العادي حاجات جلد طبيعي كلها بتهيألي. لا اسيبك من جلد طبيعي، هو لو هتجيبي هوت بوت كده، هوت بوت عادي اللي هو ممكن في العادي ب 500 جنيه، ليه بيقول لي 12000 جنيه؟ فاهمه؟ يعني حاجات بقى كده معديه كده. وبتجيبها؟ لا طيب. انا بستنى حد مثلا من اصحابي مثلا كدا. اللي هم مسافر الكويسين. لا مسافر ايه، هو خلاص لبس الجزمه دي بقاله فتره بيديها. طيب احنا معانا هنا على التليفون، لازم نوقف المهزله دي. معانا هنا على التليفون نشوفها بتعمل ايه في البلاك فرايداي. يا هنا ازيك؟ ازيكم، عاملين ايه؟ عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله كله حلو الحمد لله. شكلك عقله يا هنا، دخلتك كده عقله مش صريفه. مش صريفه. بتعملي ايه في البلاك فرايداي يا هنا؟ والله جربت البس شويه الصبح، لقيت الدنيا فوق بعضها، فرجعت بيتي وشفت شاي. شفتي؟ والله جدع. اي والله. انت عارفه يعني، بس زحمه الزحام اللي هو القاتل ده فعلا. مش عارفه تدخلي المحلات ولا عادي ممكن تستني شويه وتروحي تاكلي حاجه وترجعي لهم تاني؟ لا هو انا كان ممكن استنى شويه وكنت هعرف ادخل، بس حسيت يعني ليه اعمل في نفسي كده؟ الموضوع مش مستاهل برضه ان الواحد يقف ويستنى كل ده. طبعا في خصومات وفي محلات كتير عامله خصومات ظريفه وكده، بس يعني ربنا يخلينا الاونلاين. يعني رجعت بيتي كده مسكت الموبايل وقعدت اشوف كل المحلات اللي انا بحبها وادور في الابلكيشن. صح. واشتغلت اونلاين اثر كتير. طب انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، اكيد انت عارفه المعلومه دي هنا، انه لو انت اشتريتي حاجات اونلاين بتبقى ارخص بكتير من سعرها في الستور، حتى لو ما فيش سيل او ما فيش بلاك فرايداي. انا لاحظت ده ومش عارفه ليه. يعني في حاجات جبتها ولاحظت فعلا واحده الستور دي اغلى كتير، مش قادره احدد ليه بيعملوا كده. بس هي ميزه بس في الستوري يا نوران ان هو في كولكشن اكبر، يعني هي برده مش كل حاجه بتنزل اونلاين. صح. بس تمام، لو انت عايزه على قد مثلا حاجتين ثلاثه حاجات معينه خلاص هتعرفي تتصرفي وتجيبيها في الستور. بس فعلا بيبقى التشكيله اكبر شويه من اونلاين، بس مش على قد الوقفه والزحمه والخنقه والكلام ده. انا لجأت لحته الاونلاين دي فعلا. لا انا لجأت لها فعلا مؤخرا في حاجات يعني طبعا مش كل حاجه، بس عارفه في البراندز اللي انت بتبقى عارفه ان مقاسك هنا الميديوم ده هو الميديوم اللي انت بتلبسيه. ساعات بيبقى فيه اختلافات في التلبيس في اماكن ثانيه، فبقيت اتعامل مع الاماكن اللي انا اعرفها. بس لو ما فيش وقت او حاجه ما لقيتهاش في ستور لقيتها على الاونلاين. ايوه صح، انا بعمل كده فعلا برضه يا شريف. انا في الحاجات اللي انا يعني بحبها ببقى بالمحلات دي، ببقى نزلت قبل كده اوريدي وعارفه مقاسي وعارفه انا محتاجه ايه، وبدخل بقى وبدور اونلاين وبستنى العروض. وهم الحقيقه كلهم عاملين عروض كويسه جدا عشان اللي هو البلاك فرايداي او وايت فرايداي او ايا كان بقى كل محل بيسميه. وكمان العروض مكمله غالبا لحد بكره، وفي محلات مكمله حد اخر الشهر، فتمام يعني مالهاش ازمه الزحمه الرهيبه دي. مفيش في مره جيتي اشتريتي حاجه اونلاين كده واتخدعتي؟ يعني اللي هو مثلا يعني اصل انا ما بثقش خالص في موضوع الاونلاين ده، يعني ما ينفعش حتى اجيب منديل. لا ليه؟ بخاف. ما انت بتجيب من المحلات اللي انت عارفها يا خطيب. انا بس بسال اسئله. خطيب يقصد البيجز اللي هي طالعه جديده على الفيسبوك وعلى الانستجرام. لا ما بجربش. لا ما بخاطرش الصراحه. انا بتعامل مع ابلكيشنز معروفه جواها براندات معروفه يعني. اصل انا في مره اشتريت حاجه اونلاين، اشتريت شوز ابيض، انا بحب الشوز الابيض، جالي فرده وفرده، يعني جالي الاثنين شمال. جالي الاثنين شمال وعايز البسهم. والله جالي الفردتين شمال وقعدت البسه مثلا حوالي كام شهر لحد ما ظهري وجعني. فدفع فيهم فلوس يعني. بص هي في شويه تريكس كده للاونلاين. اول حاجه ان انت تشتري من اماكن انت اوريدي عارفها من الاول. تاني حاجه الافضل ان انت تدفع مع الاستلام مش تدفع فيزا، فانت بتفيك على حاجه قبل ما بتستلمها. فده بيبقى افضل شويه يعني ان انت ما بتخططش في الموقف بتاع الفرده والفرده ده، لان انت غالبا بتفتحها قبل ما المندوب يمشي. فبتتاكد ان هي الحمد لله. انا بحس هنا والله بانتصار قوي على يعني على الحاجات الاونلاين، لما مثلا يكون اوردر معدي رقم معين فيقول لك ده الدليفري ببلاش وكمان واخد خصم مثلا 50. بحس بانتصار، حاسس ان انا عملت والله. يا ريت تتكلموا في الموضوع ده شويه.
عارف اللي هو انا بدفع قد كده، بس اللي هو انا نقطه ضعفي ان الدليفري ببلاش، انا ما بصدق الاقي حاجه بالظبط اللي هو 20 جنيه يعني. يعني هنا تبقي جايبه حاجات ب 5000 جنيه ومضيقه ب 75 جنيه والله العظيم. يعني عارفه انا الموضوع ده بيفكرني بايه؟ انا مش عارفه ايه، انا مش عارفه، انا حاسه نفسيا كده في كل واحد كده عنده حته في دماغه اول ما بيشوف حته اللي هو والله عارفه الموضوع ده بيفكرني ان انت على حد قاعد في مطعم او عيد ميلاد كبير جدا واكل وشرب وحاجات كتير نازله مثلا، وتيجي لغايه المايه، لا 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 مش عايزين المايه، لا مايه لا مايه لا غاليه المايه ازاي تيجي كلنا بنحس ان احنا بنيجي نضيق دماغنا في حاجات. مش بس تضييق الازازه المايه ولا اللي هو الشيبنج او الدليفري، كمان انا بحس ان امهاتنا ممكن تبقى بتشتري حاجات غاليه جدا وتيجي مثلا عند حاجه معينه مبلغ بسيط وتضيق برضه وتقول لا مش هشتريها، وتشيل البيعه كلها وتلغي كل الحاجات اللي اشتريتها او اللي كانت هتشتريها عشان مثلا 30 جنيه زياده او 50 جنيه زياده. اكيد ده حصل معاكي يعني. امهاتنا مع الاونلاين شوبينج دونت ميكس، الموضوع مش نافع خالص يعني. لا على فكره كنت لسه بتكلم مع دكتور وفاء بقول لها انه اهالينا بيشتروا الحاجات دي دلوقتي اونلاين كلهم. لا لا بس انا لا يعني والدتي لغايه دلوقتي عارفه اللي هو لو نزلنا محلات ممكن تجيب حاجات غاليه جدا، بس اي حاجه بجيبها اقول لها يا نهار ابيض انت دفعتي قد كده اللي مش عارفه ايه يعني. برضه لسه هو الفكره لسه ما وصلتش بشكل كامل يعني. حلو. طيب عايزه اسالك سؤال تاني يا هنا ليه علاقه بيكي انت، انت اوبسست بالشراء بشكل كبير، يعني ممكن تبقي نازله في مكان ومش عامله حسابك ان انت تشتري، بس رايحه تقابلي اصحابك في المول مثلا ولقيتي حاجات كتير قوي عجباكي، ممكن تشتريها حتى لو مش عامله حسابك عليها؟ بصي في حاجات معينه يعني، في حاجات كده انا ما بقدرش اقاومها خالص يعني، مش لبس وجزم الحاجات دي عادي يعني بجيب اللي انا محتاجاه، بس مثلا بحب جدا الاكسسوارز بتاعت البيت. فدي حاجه انا غصب عني كده لما بروح اي حته لو لقيت حاجات فيها اكسسوارز بيت لا فعلا بقعد ادور، وحتى لو انا معيش فلوس قوي او مش عامله حسابي بحاول اتصرف واجيبها، وممكن بعد كده اصلا الاقيها مش لايقه واروح ارجعها، بس خلاص وانس ان انا شفتها ببقى هتجنن عليها. فانا لازم اجيبها دلوقتي حالا. وده غلط طبعا. لا حلو قوي الموضوع بصراحه. هنا موضوع الاونلاين ده ساعات بيبقى حلو، خصوصا بقى ان في ناس بيبقى عندها كمان بقى عارف ايه كود يديك خصم على الخصم بقى. انت هتقول لي ده انت هتقول لي على الناس عندها كود الخصم على الخصم. هو في حاجه اسمها البرومو كود ولا ايه؟ ده ايه ده بقى؟ برومو كود. طب خلينا ميرسي ليكي يا هنا جدا عشان بس انا خلاص انا من ده انا قلت برضه اقول لها على اساس ميرسي ليكي يا هنا والله يعني تمام. كلمني عن البرومو كود، انا بشوفه كتير قوي اونلاين يعني، بشوف في بلوجرز كتير بيعملوا بروموشنز ليها علاقه بحاجه اسمها البرومو كود. البرومو كود بيدوا للناس اللي ممكن يكون عندها ترافيك او سيلبرتيز، الناس المشاهير شويه على السوشيال ميديا عندهم ناس متابعه شريف متابعاهم. ركز في المعلومات دي. كام دلوقتي شريف؟ كام دلوقتي؟ يا جماعه احنا على الهوا. يا جماعه الو احنا على الهوا. يا استاذ كريم كلمهم في الاير بيس فكرهم ان احنا على الهوا بعد اذنك. ما عنديش اير بيس النهارده. المهم اقول لكم المعلومه ولا انقل؟ اتفضل قول لنا المهم يعني المهم البرومو كودز، فكره البرومو كودز اللي بتديكي ما انا بقول لك اهو كام، ما انا جاي لك في الموضوع مش لازم اشرح الموضوع. ايوه عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين احنا الموضوع. بننهل من علمك. اتفضل كمل. ايش البرومو كود ده بيتاخد؟ البرومو كود ده بيبقى رقم او حروف بارقام يعني ما علينا ايه هو، بيكون موجود مثلا على ستوري او على بوست او على اي حاجه، فمثلا اي براند من البراندات مثلا بتبقى عامله عرض مثلا 50% مع البرومو كود مثلا، مثلا بيدي 10% 5% زياده 15% فيوصل ل 25 مثلا 30% فيوصل مع ال 50 على 15 يبقى 65%. حلو ده غير ال يعني انا مثلا لو متابعاك وانت بلوجر مثلا ماشي اخد البرومو كود اللي انت حاطه على الستوري مع الخصم اللي نازل الاساسي على الشركه وانت ما تعرفنيش استخدم البرومو كود وانت بتعرف عادي جدا عادي كده والطرفين بيستفادوا. انت بتستفيد ايه؟ اللي بستفيد نسبه يعني الشخص يستفيد مثلا بيستفيدوا بنسب معينه، والمشتري بيستفيد بنسبه الخصم الكبيره ان هو بعد ما كان ياخد 50 خد 65. اوكي ونفس الوقت برضو الشركه بقت عملت عندها رش ضغط قللت هامش ربحها، لكن في نفس الوقت ده نوع برضو من انواع ان انت بتجذب او انه برضو بيجذبوا ازاي الناس تقدر تشتري بشكل كبير جدا، خصوصا لما يكونوا بيتابعوا انفلونسرز او بلوجرز بشكل كبير جدا. انت فاتح حقيقي. فين؟ فاتح حلو قوي. طيب احنا معانا استنى يا بيبو معانا نورهان. ازيك يا نورهان؟ الحمد لله تمام. نورهان معلش يا نورهان على المهزله اللي انا حقك علينا، احنا اسفين بس انا بعد الفاصل هنبه على الولد احمد الخطيب.
عامله ايه يا نوران؟ تمام. قولي لي عملتي ايه النهارده في البلاك فرايداي؟ نزلتي مثلا شفتي؟ لا لسه هنزل. لسه تنزلي ايه؟ الناس الناس خلاص عرفت تخشي حته يعني مش هتعرفي. لا لا ما هو عارف ايه، الواحد بيبقى محدد حاجات بقى يعني، حاجات هو ضامن ان هي مش هتخلص يعني. اه ايس كريم انزل اكل ايس كريم؟ لا 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 مش ايس كريم، عارف اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى منتجات الشعر بقى والبشره والكلام ده، هي تخلص تروح فين يعني في حياتي. اه يعني انت الموضوع بالنسبه لك انت هتستغلي يعني كبلاك فرايداي او يعني اليوم الخصومات؟ انا حته البلاك دي بتضايقني قوي، ف او وايت فرايداي او اي حاجه يعني اي حاجه جمعه الخصومات يلا جمعه. ايوه صح. اه هتستغليها بقى في حاجات ميك اب، حاجات حاجات تانية خالص غير اللبس؟ اه بحس لا اللبس مش عارفه يعني، ممكن سان فيست ممكن يكون ما اتفقناش موضوع اللبس ده، فلا حاسه ان الواحد هيستخدمها احسن في الحاجات اللي هي ثانيه. انا من هنا عايز اقول برضو الاجهزه يعني برضو بصراحه حسيت امبارح نزلت برضو حسيت ان لا عليها فعلا خصومات حلوه يعني. عارفة أنا عايز أقول لك حاجة، أنا برضو نفسي أعرف ليه المطاعم يعني الناس بتاع الأكل والحاجات دي ليه ما بياخدوش موضوع البلاك فرايداي؟ أنا عامل لا 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 في النهاردة عاملين في كذا مطعم عامل والله. طب سيبي بقى المطاعم دي في الكنترول عشان نحقق بعد الأول. أنا متابعة جيدة للحاجات دي. طب قولي لي قولي لي يا نورهان أنت بتنزلي إزاي تتعاملي بقى في البلاك فرايداي أو وايت فرايداي؟ يعني بشوف المحلات زحمة جدا وبيبقى في طوابير. لا لا بلاقي زحمة وضرب وخناقات والكلام ده، لا بصراحة باخد بعضي وبمشي يعني ما لا ما يعني إما أنزل بقى الصبح بدري قوي والواحد بيبقى يعني الاول كان بيعمل مثلا ينزل قبل منها يبقى محدد هو هيشتري ايه والكلام ده، خصوصا في البراندات يعني البراندات اللي هي بتبقى فعلا عامله خصم حقيقي في اليوم ده. ينزل بقى قبل منها يحدد هيشتري كذا كذا كذا، ينزل بدري بقى اول ما المحل يفتح ينزل يخطف الحاجات ويمشي على طول يعني. انت في العادي انت في العاده نوران بتعملي شوبينج كل قد ايه؟ يعني كل نازله مثلا عشان تنزليها بتاخدي من يعني كام يوم، من كام يوم لكام يوم بتنزلي تعملي شوبينج؟ لا بالصدفه عادي يعني. بالصدفه يعني زي ما تيجي ما بتنزليش مخصوص مثلا بيبقى فيه سيل؟ لا 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 بالصدفه بالصدفه. انا زيك برضو، انا الموضوع بيجي معايا صدفه الا عندي حاجه محتاجه حاجه. هو مؤخرا بقى برضو كلمه سيل دي موجوده على المحلات على طول يعني. ايوه طول السنه بيعملوا يعني كل فتره كده سيل غير البلاك فرايداي. ساعات بيبقى في يعني ساعات في اواخر مثلا الشتاء او اخر الصيف فعلا بيبقى بتحسني بيبقى في سيل على الحاجات اللي هي بقى ايه هتشتريها، الحاجات الاساسيه اللي موضتها ما بتروحش، الوانها ما بتروحش الكلام ده يعني. صح. انا اعرف ناس برضو يعني دايما يجي يقول لك ايه اخر الشتاء يشتري حاجات بقى اللي بتبقى السيل خلاص التصفيات يشتريها للشتاء اللي بعده. انا بعمل كده. ياه. يعني انا بحب قوي خصومات حقيقيه بقى. انا بحب قوي ان انا اشتري مثلا لبس شتوي وانا في الصيف عشان اشيله للسنه الجايه عشان ما ابداش انزل يعني يبقى عندي هدك ان انا انزل ادور على لبس شتوي في اول الاماكن بتبقى فاضيه كمان. بالظبط. لا هو الواحد يعني يمكن بقى لما ينزل ويلاقي عاجبني دوت حتى لو انا مش استخدمه حاجه صوري مثلا ما عنديش فرح خلاص اجيبها واشتريها ما هيجي بقى مناسبه. لبس شتوي وانا مش هستخدمه دلوقتي ما عاجبني هشتريه لو معايا بقى ان انا اشتريه. طيب لازم الواحد زي زمان ينزل يشتري في وقت معين يعني. طيب نورهان لو قدامك مثلا منتج معين غالي جدا وقدامك ان هو انت مش عايزاه ولقيتيه في السيل يعني قدامك حاجه حلوه جدا بس مش من اهتماماتك ان انت تجيبيها اصلا بس لقيتيها في السيل نازل عليها اوفر هتجيبيها ولا لا برضو؟ لو انا نازله لوحدي هجيبها لو معايا جوزي مش هيرضى. كان الله في عونه. كان الله في عونه بعد الجمله دي كان الله في عونه. معلش. ميرسي جدا يعني ليكي. انا نازله يعني مثلا ايه انا جوزي ممكن يقول لك انا نازله اشتري بنطلون. والله لو الحاجات كلها ببلاش ما ياخدهاش وهو نازل يشتري بنطلون وخلاص. ايوه انا عايز اعرف ليه يعني انا برضو بشوف لا عادي انا نازله اشتري ما بص لقيت حاجه ثانيه عادي بشتريها يعني. صح انت صح يعني مثلا يبقى محدد اي راجل مثلا بيبقى عايز عنده عايز بنطلون اسود ومثلا كحلي وجينز مثلا
هو نازل يشتري الثلاث قطع دول بالظبط هينزل يجيبهم. مش هيزود عنهم فعلا نورهان. صح ايوه ثواني بقى ونزل ان المحل الفلاني الفلاني عارفه وهيشتري من هنا ويطلع وخلاص خلص الموضوع في دقيقتين. ده ايه ده سحر ده ولا ايه؟ انتوا كده وصلتوا الاجابه الاستاذ خطيب. عرفت مرتب دلوقتي بيروح فين؟ اظن الاجابه وصلت الحمد لله من البنات اهو. الحمد لله. شكرا يا نورهان جدا نورتينا. يا جدعان انا عندي سر عايز اقول لكم عليه. اول انا ما اعرفش مقاساتي ايه في اللبس. يعني اساسا لا خطيب بجد والله العظيم مع انا عمال افكر كده والناس عماله تقول لبس وكحلي وازرق عماله الحاجات دي نسيتها. يعني انا ما اعرفش ثانيه واحده على الجاكيت اقول لك يوم ما عرفت مقاس الجزمه قلت له انا عايز 43 انت البيت عندك اللي بيتعامل جاب لي الفردتين شمال. بقيت امشي عامل كده عشان بقيت امشي عامل كده عايز ظبط يعني انا عايز اروح هناك بس انا كله ايوه ايوه كنت باخد بالي. طيب انا خدنا بالنا بس خلينا ناخد راي مصطفى برضو. يا مصطفى ازيك؟ ازيك يا فندم؟ ايه الاخبار؟ كله تمام. مصطفى احكي لنا كده بتعمل ايه في البلاك فرايداي او بتتعامل ازاي مع الخصومات او شهر الخصومات عامه؟ بصوا عامة البلاك فرايداي اللي بيبقى موجود في مصر ده ما بيبقاش بلاك فرايداي بالمعنى. احسنت يا مصطفى جدا احسنت. انا عايز اقول ده من بدري بره بجد بيبقى بلاك فرايداي بيبقى بجد الحاجه بتبقى ب 10% و 5% من ثمنها. هنا بيغلي لك قبل بلاك فرايداي مثلا بيغلي الحاجه من 300 جنيه. احسنت يا مصطفى احسنت بعد كده يرجع ينزلها 300 400 جنيه تاني. فانت شغلك ليه علاقه بالتجاره او حاجه يا مصطفى عشان تعرف المعلومات دي؟ لا هي الناس كلها عارفاها. ما احنا عارفينها بس مش عايزين نقولها واحنا على الهوا. بس انت بصراحه انا مصطفى يعني بوم. هو بيسالك انت ليك علاقه بالماركتنج وشغل البيزنس؟ لا لا انا شغال سيلز في طلعت مصطفى سيلز. ما هو ملمسه برضو انت بتبقى عارف الدنيا دي فيها ايه. ما هي بتبقى كلها برضو ببقى ملم شويه يعني بس مش اختصاصي فاهم. ايوه طيب بما انك ان انت عارف انه ده مش بلاك فرايداي زي بره يعني بتنزل تشتري او بتخلي حد من بيتك او اسرتك مثلا تنزل تشتري في الوقت ده او اليوم ده؟ لا 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 ما يعني احنا عامه انا نزلت مره من يعني من سنتين. انا عامه اسرتي ما لهاش ان تنزل في بلاك فرايداي والكلام ده. هم يعني لما يعوزوا يجيبوا لبس بينزلوا. اوكي. مهتم شويه بحته اللبس دي لكن غير كده مش دايما بيبقى يعني مش دايما بنزل في بلاك فرايداي ان هو بيبقى طبعا زحمه جدا. صح. واسعار هي ما اعتبر ما فيش في مره مثلا لقيت واحد صاحبك جايب حاجه فعلا حلوه وسعرها كان كويس في البلاك فرايداي فده خلى عندك كده حماس ان انت ولا مره؟ احسنت. لا انا معاك جدا على فكره بسالك الاسئله دي وانا مش مقتنع. انت ممكن تستغل في ناس بتسمع كلمه بلاك فرايداي دي اللي هو يا جماعه يلا نلحق وبتاع بس لا يا جماعه الموضوع مش اكذوبه. طب مصطفى انت ممكن تستغل البلاك فرايداي في ايه؟ يعني ايه تاني ممكن تكون انت مشدود ليه تستغل ان دي فتره خصومات؟ انها تبقى حجه يقعد في البيت وما ينزلش وياخد العيله وينزل. بس لكن حته بقى بص انا اشتغلت في اللبس فتره بجد اللي انا كنت بجيب يعتبر من انضف الخامات اللي موجوده في السوق. كنت بجيب الكيلو من مثلا القطن كيلو لبس القطن مثلا تيشيرتات كنت بجيبه ب 170 جنيه. هو ناس مثلا اللي بيجيبوا بولامبير برشكا حاجات يعني من زارا ماشي فاهم. وكنت بروح اعمله مثلا مقطعات بتقف عليا ب 20 30 جنيه وكنت مثلا ببيعه ب 300 جنيه فاهم. ثانيه معلش عليه لوجو. هو كيلو 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 170 جنيه يعني كام تيشيرت مثلا؟ ثلاثه مثلا. اوكي. عشان انا كنت بجيب الخامه تخينه شويه فكان بيعمل لي ثلاثه لكن لو كان خامه ارفع من كده شويه كان ممكن يعمل لي اربعه او خمسه. حلو ده كنت بسمع عن الحاجات دي كتير قوي. اوكي فكنت بتبيعه مثلا بتزود عليه مش حاجه كبيره قوي بس بيبقى فيه مكسب برضه. طبعا بيبقى فيه مكسب. يعني كنت بكسب مثلا 100 جنيه 120 جنيه في التيشيرت. عشان ده بتاع الماركتنج على انستجرام والحاجات دي. وهل كنت برضو بتستغل يعني الالعاب التسويقيه ان انت ممكن تقول ده مثلا في خصم مثلا وتعمل زي ما انت كنت بتقول كده ان انت كنت بتبقى رافع الاسعار عشان تقول لهم في خصم في الاخر ياخدوه بنفس السعر انت كنت عايز تبيعه؟ لا انا ما كنتش بعمل كده. مصطفى مصطفى انا كنت بنزل السعر زي ما هو بس عايزين الحقيقه وكل حاجه. شكرا ليك يا مصطفى. يعني برضو مصطفى ادانا برضو شويه
افكار حلوه ممكن الناس برضه تفكر فيها. يلا خلاص الحمد لله اجيب قطن كده خلاص ننزل عبد الفقرة على خير الحمد لله. نطلع فاصل نطلع بفاصل بقى ان شاء الله كده بسلام من امين. انا طالع بس انا بهديه بس مش عايز افاجئه مش عايز افاجئه يعني. طيب يا جماعه خلينا كده خلصت فقرتنا الاولى وهنطلع لفاصل نرجع بقى نستقبل طبعا ضيفتنا استاذه ايمان جابر مدير اداره الاطفال والمراهقين في الامانه العامه للصحه النفسيه وهنتكلم معاها طبعا عن الصحه النفسيه للمراهقين بعد الفاصل. زي ما قلنا لكم كده قبل الفاصل احنا هنتكلم الفقره دي عن موضوع مهم جدا يخص المراهقين وكلنا عارفين ان مرحله المراهقه مرحله حساسه ومهمه جدا مش بس للشاب لكن كمان مهمه جدا لاهله وكل المحيطين بيه. عشان كده احنا النهارده هنكمل سلسله لقاءاتنا مع دكتور ايمان جابر مدير اداره الاطفال والمراهقين في الامانه العامه للصحه النفسيه عشان تكلمنا اكتر عن مشاعر ومشاكل المراهقين من سن 14 سنه ل 19 سنه ازاي يقدروا يواجهوها وازاي احنا كمان نقدر نساعد هم ان هم يواجهوها في المرحله الحساسه دي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك منورانا. الله يخليك منورانا جدا يا دكتور. وفي البدايه كده طبعا حابين نعرف من حضرتك يعني السن بتاع المراهقه ده بيبقى المراهق دايما عنده تخوفات ومشاكل واضطرابات في انحاء كتيره من حياته زي الدراسه الصحاب العيله ليه بيحصل ده بالذات في السن ده؟ يعني ليه ما بيحصلش مثلا لما الواحد بيبقى عنده نضج شويه فيقدر يستوعب مشاكل او يقدر يستوعب حاجات من حواليه؟ طيب هي فترة المراهقة دايما يقولك المراهق مشغول عنده حاجات كتير عايز يخرج وعايز يبقى مثقف وعايز يبقى دمه خفيف وعايز يعني وراه حاجات كتير قوي فدايما المراهقين دايما تحس ان هم دايما وراهم حاجات كتير وده لان هي المرحلة اللي هي ما قبل الرحلة دي البروفة بتاعتنا لما نكبر فانا ببقى طول الوقت قلقان لاني بخلص مرحله ولسه ما دخلتش في المرحله اللي بعدها وعايز الحق كل حاجه وعايز اعمل كل حاجه وما عنديش الخبره فانا مطلوب مني حاجات كتير في المرحله السنيه دي وانا خبراتي وقدراتي لسه بتتكون خطوه بخطوه فمن غير دعم اللي حوالينا احيانا بتبقى مرحله صعبه يعني من غير ما اللي حوالينا يبقوا فاهمين انها فيها تغيرات وفيها قلق احيانا كتير بيعملوا ضغط على المراهق انك لازم تبقى عارف انت عايز ايه لازم يبقى عندك هذا لازم 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 وهو مش عارف انا لسه مش انا مش مستوعب انا كنت لسه امبارح بلعب وبجري وعمالين بتدلعوني وبعدين فجاه بتقولي لي لازم تعمل كل حاجه فاحيانا النقله بتبقى مش كل الاولاد بيبقوا مستعدين ليها خصوصا لو ما عندناش هدف او ما عندناش مثل اعلى يعني كتير من المراهقين لما بيبقى في حد في الأسرة أو في العيلة هو بيحبه قوي وعايز يبقى شبهه بيبقى مقرر أنا عايز إيه فده بيقلل كتير من التوتر والقلق واللخبطة اللي بتحصل في المرحلة دي لكن لو أنا مش عارف ومتلخبط واللي حواليا بيضغطوا عليا إن أنا لازم أعرف بسرعة فأحيانا بجرب أي حاجة أتمسك بيها وخلاص وساعات بفضل أتغير يعني تلاقي الأب والأم يقولك كل يومين بحال جديد صح فده بيخلي شويه في قلق وبيخلي هو حتى لو مش باين على المراهق يعني ساعات المراهقين بيبقوا فردين نفسهم كده يقول لك لا لا ما فيش حاجه انا جامد انا عارف كل حاجه طريقته صح بالظبط ومدخن صوته علينا وكده ده مش معناه انه عارف ده معناه انه هو لسه بيحاول يعرف صح. طيب دكتور يعني هسأل حضرتك ممكن يكون سؤال تقليدي شويه بس يعني في ناس كتير بتبقاش عارفه سن المراهقه الحقيقي يعني احنا قلنا دلوقتي مثلا من 14 ل 19 سنه بس ممكن يكون مع تطور السوشيال ميديا حوالينا والتكنولوجيا والحاجات دي حاسس ان هي عملت يعني خلت فتره المراهقه دي تبقى طويله شويه ولا حضرتك شايفه ايه ولا السن بقى متراوح ازاي؟ طيب هي من 12 ل 18 ده اللي هو ال WHO بتقول ده سن المراهقه لكن احيانا كتير بقينا نشوف من سن 10 سنين التغيرات دي ابتدت تظهر اوكي تمام واحيانا بتمتد لغايه 24 اللي هم بيسموهم الايرلي يوس 24 سنه ده اللي هو غالبا اما خلص الجامعه نهايه مرحله الاعتماديه على الاسره بتبتدي بعدها النضج يظهر سواء بقى المجتمع بيدينا الفرصه دي او لا طبعا بتختلف بالظروف يعني احنا بنشوف مراهقين او اطفال طبيعه شخصيتهم مختلفه ظروفهم الاجتماعيه مختلفه وبنشوف ناس عندها حاجه 29 و30 ولسه عايشين في طور المراهقه لكن احنا بنتكلم في الافريج من
12 ل 18 نقل سنتين نزيد سنتين ثلاثه الديبيندز على المجتمع والتغيرات بتاعتنا. طيب دكتور ايمان، يمكن في مراهقين كتير قوي بتبقى عندهم مشاكل كتيره في حياتهم، بس لما يجوا يعبروا عنها مع اهاليهم، اهاليهم بيسخفوا او بيقللوا من قدر المشاكل دي، انه انت تافه، انت فاضي، انت في مشاكل احنا عندنا اكبر بكتير من مشاكلك دي، ويسيبوه كده مع نفسه يحس بالاحباط، لا هو عارف يتكلم مع اهله ولا بيقدر يروح مع اصحابه ان هم ممكن يفيدوه او ينصحوه النصيحه المفيده او المهمه ليه. هنا تاثير ده بيبقى على المراهق ازاي، وازاي الاهل يتجنبوا ان هم يوقعوا ابنهم او بنتهم في حاجه زي كده؟ طيب ده مراهق لطيف جدا اللي راح وحاول يتكلم. كتير من المراهقين بيبقوا مش عارفين ان المشاعر اللي هم بيحسوا بيها دي ممكن اقولها. يعني ببقى هو كمان مستقل باللي عنده، فمش بيعرف يشاركه مع حد. وبيستنى بقى بالصدفه حد يقوله قدامه فيقول لك انا كمان، او ياخد الخبره بتاعه غيره بالظبط وينفذها. طبعا فكره ان انا يعني اكثر البريدج او الكوبري اللي بيني وبين اولادي والحوار اللي رايح جاي بيني وبين اولادي دي حاجه صعبه جدا. لان معنى انه لجأ لي واتكلم معايا ان هو عايز مساعده، لو انا قلت له ان ده مش مهم هيتعلم انه ما يقوليش تاني. فدي طبعا حاجه مهم جدا ان اي اب وام مهما كان اللي انا بسمعه، ممكن مش معنى اني بسمعه ان انا موافق عليه، لكن مهم جدا اني اسمع. يعني قصدي حضرتك ان احنا نسمعه في كل الاتجاهات في كل الاحوال. طبعا طالما اتكلم يبقى انا لازم اسمع، حتى لو مش عاجبنا الكلام او الكلام ده غريب او غلط او عيب او او، لان هو ده بدايه يعني لو عندي مشكله او عندي اعتراض على اللي بيتقال حلها برضو اني اتكلم. فاهم حاجه اني ما اقطعش، ما خوفوش من هذا التواصل بيننا وبين بعض. فكره بقى التفهم، انا متفهم مثلا انك متضايق، المشاعر عامه ما فيهاش صح وغلط. كوني متضايق، غضبان، غيران، واتيفر ايه المشكله او المشاعر اللي انا حاسس بيها، فده ده حقي، انا حسيت بده. السلوك بقى اللي هيترتب على المشاعر ده اللي ممكن نقول عليه فيه صح وغلط. يعني ان انا اغضب ده حقي، ان انا اقوم ازعق او اشتم لا ده مش حقي. فاول حاجه لازم نتقبل المشاعر، نحترم المشاعر، نحترم انه جالنا، وبعدين نبتدي بعد كده نساعده. نساعده بان احنا نوجهه للي احنا شايفينه صح. طالما هو جالنا يبقى هو عايز يسمعنا. ودي فرصه ما ينفعش نضيعها. دي اهم حاجه، ان يفضل الحوار قائم. وابتدي بقى اختار الوقت المناسب، الطريقه المناسبه اللي ابتدي اوجه بيها. ساعات يا دكتور بيكون في مراهق او ناس في مرحله المراهقه صعبين جدا مع الاهل وصعبين مع نفسهم، والاهل بيكونوا في تخبط ومش عارفين يتعاملوا معاه ازاي، ومش عارفين اي اسلوب ممكن يخرجهم من الحفره اللي هم فيها دي، لان بيبقى الموضوع بيتجه بقى اتجاهات خطر كتير ممكن، وزي ما حضرتك بتقولي الموضوع بيبقى حساس مش لازم اصده والكلام ده كله. هل في مثلا اسلوب الاهل ممكن يتبعوه عشان يعدوا المرحله دي باقل الخسائر مثلا مع اولادهم؟ طيب هو اول حاجه بنطمن الاهل ان التغيرات فتره المراهقه مش معنى ان ابني ابتدى يعمل مثلا سلوك معين او في طريقه معينه انها كده مكمله معاه. كتير مننا ممكن في فتره المراهقه نعمل تصرفات ونكتشف انها مش احسن حاجه ونتجنبها بعد كده في حياتنا تماما. فالسلوك اللي ما يعجبنيش لازم يترتب عليه حاجه ما تعجبوش. في النهايه السلوك اللي انا هكرره هو السلوك اللي انا بستفيد منه. بس مهم قوي افهم ابني بيستفيد ايه من اللي بيعمله ده. يعني مثلا ابني بيغلس عليا ليه؟ يعني عايز ينرفزني مثلا، هو ده اللي هو بيدور عليه، ولا عايز يشدني انا مشغول وراي حاجات كتيره ودي الطريقه الوحيده اللي بتخليني اقعد واركز معاه، اسيب اللي ورايا واقوم وازعق واقعد معاه واسمعه. فمهم قوي افهم هو ليه بيتصرف السلوك ده. ولا هو مش فاهم، ولا هو عنده مشاعر متلخبطه. لو فهمت ايه السبب من وراء السلوك او الطريقه اللي مش عجباني، هقدر اساعده باني ما ادلوش، ما اعملش زي مكافاه للسلوك ده بان انا اديله اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت ابتدي اديله بقى اللي هو عايزه ده بطريقه ثانيه. لو هو عايز انتباه اديهوله في الوقت اللي هو فيه كويس، ابتدي اشاور له على الحاجات اللي لو عملها احنا الاثنين ممكن ننبسط وناخد اهتمام مع بعض ووقت اكتر مع بعض. او لو هو مثلا دي طريقته في الاستفزاز، طب هو ليه عايز يضايقني؟ ده انا طريقتي معاه شديده قوي، فيمكن انا محتاجه احسن علاقتي عشان يبقى في بينا ود اكتر مثلا. وهكذا. فمهم افهم ابني اكتر وادي نفسي وقت افهم قبل ما
اتدخل بصوره. طيب. دكتور برضو نتكلم مع حضرتك عن اكتر حاجات شائعه مؤخرا، التنمر. يمكن يكون المراهقين كلهم معظمهم طبعا بيتعرضوا للتنمر. ايه ابعاده او اضراره النفسيه، وايه اسلم الطرق ان احنا نحمي المراهقين منهم من التوتر ده؟ هي طبعا الاصدقاء عامه ومجتمع الزملاء والاصدقاء في مرحله المراهقه حاجه كبيره قوي طبعا. يعني كتير او كلنا في فتره المراهقه بيبقى همنا ان احنا نبقى محبوبين، عندنا اصحاب كتير، الناس عارفانا وسط اصحابنا، تمام. فلو انا بقى العكس تماما، انا شخص مثلا محدش عايز يكلمني او بيتريقوا عليا، فده ممكن ياثر كتير قوي على طريقتي وتواصل مع اصدقائي. يعني صح. ممكن اتجنب الناس، وده بنشوفه كتير قوي من المراهقين. لا انا حلوه قوي ورا الشاشات، مش هتكلم بقى مع حد فيس تو فيس، مش عايز انزل، انا بقعد العب على الجيمز ومش عايز اكلم حد. ليه؟ عشان انا عندي خبرات مش لطيفه مع صحابي، تواصل مع الناس بالظبط تنمروا عليا وانا ما عرفتش ارد، فخليني قاعد متداري احسن. او ان انا مثلا اقرر ابقى عنيف، اللي هيكلمني هو مضربه. او مثلا انا ابتدي بقى اتخيل ان دي طريقه لطيفه، فابتدي انا ابقى انا الشخص المتنمر. وكتير من الاولاد اللي بيتريقوا على غيرهم او بيتنمروا على غيرهم هم مروا بالتجربه دي قبلهم وكانوا في وضع ضحيه، فقرروا ان هي دي طريقتهم في ان هم يحموا نفسهم، او تخيلوا ان دي كل الناس هتعرفني لما ابقى انا الولد اللي بيخش يتريق على الكل وبيضايق الكل، فخلاص كل الناس عارفاني. مهم قوي ان انا طبعا يعني التنمر ظاهره لازم الاول نرفضها، وللاسف كتير من المراهقين شايفين انها حاجه حلوه. لان يمكن الصوره احيانا في الميديا بتبين الشخص اللي عمال يتريق على الناس ده ان دمه خفيف، ملفت للنظر عليه، ان هو حاجه لطيفه بقى وكده. فدي اول حاجه، ان احنا محتاجين توعيه بان دي حاجه سلوك مش لطيف، ويبقى واضح وبيترتب عليه في المدارس، في النوادي، في الاماكن اللي فيها شويه تجمعات ولينا قدره على السيطره، ان ده سلوك مش مقبول. ويبقى واضح، والوضوح ده من الافعال. يعني اي حد بيعمل كده اوتوماتيك بنوقف ده، او بيتعرض ل كونسيكونس او تبعيات مش لطيفه نتيجه انه عمل كده. طيب انا بقى كمراهق ازاي احمي نفسي باني اتعرض لده؟ في حاجات بسيطه لو عملناها الى حد ما بتقلل شويه. اول حاجه اني ما بقاش لوحدي. يعني انا لو انا الشخص اللي قاعد لوحده طبيعي اني هبقى سهل ان حد يغلس عليا، انا بطولي. لكن لو انا قاعد مع مجموعه مش هيختاروني من وسط المجموعه دي ويغلسوا عليا، بالذات لو المجموعه دي بتحبني. يعني لو وسط اصحابي، فان انا ما بقاش لوحدي دي من الحاجات اللي شويه بتساعد تنفع. طريقتي ما بقاش كاشش قوي، يعني غالبا اللي هيختار حد يغلس عليه هيختار حد يبان انه مسالم، ما بيعرفش يرد. فده بيبان من البادي لانجوج بتاعتنا، انا قاعد ازاي، بتكلم ازاي. فدي حاجات لو انا ما بعرفش اعملها اتعلمها. حلو. عشان ما يبانش عليا ان انا خايف. أوكي. فبالتالي اجرأ اللي حواليا. الحاجه اللي بعدها كمان ان انا في ناس سهل تنكشها كده، سواء بقى تتعصب، تتضايق، يبان عليها، وده اللي انا بدور عليه، ان انا احطك في موقف مش لطيف، ببقى انا كده قوي. فبرضو محتاجين نتعلم ازاي نتحكم بالظبط، اتحكم في مشاعر. احنا حتى بنعلمها للاولاد، لو انت رحت تزغزغ حد وما مغرش ما قعدش يضحك، مش هو نفس الفكره، انا لو رحت اعمل عليك نمره وغلس عليك وانت ما اتضايقتش فوت عليا الفكره، فمش حاجه تاني اعمل ده معاك. حلو جدا. اخر حاجه علمه يرد. اوكي. يعلمه في ردود ما فيهاش تنمر، بس بتخلي اللي قدامي ما يحاولش يجي، بتعمل دفاع عن النفس برضه. يعني مثلا التريقه على التريقه مش التريقه على الشخص. يعني انت كده دمك خفيف، هي كده دي حاجة حلوة، وهكذا. احنا بنشكرك جدا يا دكتور، هو الوقت جاري جدا ومعانا اسئله كتير، ان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني مع حضرتك نتكلم باستفاضه اكتر عن مشاكل المراهقين والاطفال، وازاي الاهل كمان والمحيطين بيهم يتعاملوا معاهم بشكل امثل. شكرا ليك يا دكتور. شكرا ليك يا دكتور. خلينا نطلع لفاصل سريعا ونرجع للفقره الدينيه اللي بيقدمها شريف بديع. ولسه
لسه بنكمل معاكم باقي فقراتنا، وكل يوم جمعة زي ما حضراتكم متعودين بيكون معانا الداعية الجميل جدا يوسف عادل، اللي بنتكلم معاه عن تفاصيل حياتنا وتفاصيل ديننا وأبسط الطرق اللي احنا ممكن نتبعها في حياتنا علشان يعني نقدر نقول كده ايه تصحيح المسار. لكن النهاردة هنتكلم عن حاجة مميزة وحاجة فعلا انا بشوفها شخصيا حاجة عظيمة جدا، وهي جبر الخواطر. يمكن يكون دي من اعظم الحاجات اللي ممكن اي بني ادم يشوفها على الارض، ان هو يجبر بخاطر بني ادم او يكون يعني وسيلة كده من عند ربنا ان هو يساعد شخص. هنعرف طبعا كل التفاصيل دي مع الداعية يوسف عادل. ازيك يا يوسف؟ حبيبي يا شريف، ازيك، اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. نورنا. الحمد لله، ربنا يجبر بخاطرنا كلنا يعني يا رب طبعا. اجمل عباده واعظم عباده على فكره، من اعظم العبادات اللي ربنا يحبها جبر الخواطر. لكن خليني قبل ما ابدا، قلنا المره اللي فاتت كنا فرحانين قوي ان احنا ان شاء الله بدايه السنه الثالثه مع بعض، يا رب دايما في خير وكده، وشكرت كل الناس. لكن دلوقتي بشكر الخطيب بقى، عشان يعني لو الاسم البلر اللي فاتت، ف من احلى الفقرات اللي عشتها مع الخطيب في رمضان، وبشكر طبعا كل البرنامج يعني. جبر الخواطر دايما يقول لك جبر الخواطر على الله، عارف انت؟ لكن دايما بنسمي جبر الخواطر، الناس بتتخيل ان جبر الخواطر كانك ايه بتروح تقول لواحد كلمه طيبه وخلاص، برغم ان دي من انواع جبر الخواطر. لكن النهارده بتكلم دايما بحب اجيب معاني شويه ايه من الحياه، بس ممكن تبقى معاني مختلفه شويه. جبر الخاطر للإنسان، عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ارحموا عزيز القوم من زل؟ ايه علاقة ده بجبر الخاطر؟ طب النبي اللي بيقول ان لما واحد تلاقيه عايش حياة عزيزة، شخص كان معاه فلوس، شخص كان في وضع معين، في منصب معين، كان في مكانة معينة، وحصل له بعض الظروف اللي ممكن تبقى قللت منه، فالنبي بيوصينا بايه؟ ارحموه، اوعوا تجوا عليه. وخلي بالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الشخص ده مدخله ايه ويتعامل معاه، زي ابو سفيان. هو كان يعرف ان ابو سفيان بيحب دايما الايه الانا، وده ويمكن النبي اقر ده، فبيعلمنا معنى ان لما تحس ان في حد بيحس بذاته قوي اديله الحته دي احيانا في وقت من الاوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان شاف ده في ابو سفيان قال لك من دخل بيت ابو سفيان فهو امن، فادى لابو سفيان الحته بتاعته. فالنهارده واحنا بنتكلم على جبر الخواطر، محتاجين نجبر الخواطر بكل إنسان. كل إنسان طيب حصل ليه ظرف معين في الحياة كسره، فإحنا نجبر بخاطره، ما نجيش إيه ندوس على الجرح. مشكلتنا إن إحنا بنختار الموضوع ده النهاردة ليه؟ إن إحنا عارفين إن هي بتزعل من الحتة الفلانية فأصحابها يضغطوا عليها في الحتة الفلانية، إحنا عارفين إن هو في الشلة في حتة معينة ممكن تضايقه، فإحنا نقوم قصدين إن إحنا نعمل الحتة دي، وكأننا قاعدين واحد عنده جرح والجرح ده دخل العمليات وقفل الجرح، فكل شويه يجي واحد ايه يفضل يضغط له على الجرح. لكن احنا النهارده جايين بنقول ايه؟ لا، ده انت بالعكس، انت دورك مش كده، انت دورك تجبر بخاطره. الجبر يعني الاصلاح، كان ربنا بيقول لك اصلح لك قلبك، انت لو اتكسر قلبك انا اصلح ليك. فاحنا النهارده كل اللي احنا محتاجينه في حياتنا، لان هو الانسان يا شريف محتاج ايه؟ محتاج يحس ان هو موجود. طبعا. هي بنشد حاجات اي حد يعني النهارده، اي علاقه، العلاقه دي لو ما كانش الشخص يحس انا مهم في حياه شريف، انا موجود في حياه شريف، انا موجود في تفاصيل حياه شريف، لو انا حاسس ان انا مش موجود هتحصل كسر جوايا او العلاقه مش هتبقى قويه. فالنهارده لا، انت محتاج انك انت النهارده تبقى شخص عايش كده، انك انت تجبر بخاطر الناس، وتبدا تشوف الناس في الشله بتاعتك اصحابك، وتبدا ايه تشوف الشخص ده ممكن يبقى مكسور في ايه، وتبدا انك انت تحاول تعالجه. طب لو ما عالجتوش ما تكسروش، او في ايدك، او في ايدك حاجه تقدر يعني توصله بيها، او حاجه حسب طبعا الرغبه. طب لو مش بايدك ما تكسروش، ما تجيش جنبه بقى. يعني ايه يعني هو غلط. وخلي بالك سبحان الله، من ضمن الحاجات في جبر الخواطر، انسان ممكن يبقى عمل معصيه، والمعصيه دي من كتر ما هو عملها او ايا كان ربنا شاء ان هو اتفضح بالمعصيه دي. انت عارف بقى ان كل واحد يشير المعصيه دي على السوشيال ميديا ويبدا يتكلم فيها، انت كده بتعمل ذنب كبير جدا، زائد انت قاعد بتكسر بخاطر بني ادم، قاعد بتكسر بخاطر بني ادمايه. وفي النهايه احنا كلنا بنغلط، ده احنا الفرق اللي بيننا وبين بعض الحاجه الوحيده بس ان احنا الستر بتاع ربنا علينا طبعا. لكن لو اترفع عن حد ما ينفعش. رصيد طبعا، رصيد، هو رصيد، وحسب بقى كل واحد هيقدر يحافظ على رصيده ده قد ايه. وخلي بالك اشوف كمان، مش رصيده بس، انت عارف ان من قدر ربنا ومن حكمه ربنا ان احيانا ممكن شخص
هو لسه شخص عادي بس غلط غلطه، يقوم ربنا فتحه في وقتها، لان الناس دايما تقول لك رصيد، فمعناه ايه الحادثه بتاعت سيدنا عمر لما شخص لقوه بيسرق واقاموا عليه الحد، فهو بيحلف بالله بيقول لسيدنا عمر انا اول مره اعملها، فسيدنا عمر قال له لا ربنا ما يفضحكش من اول مره. فطبعا ده حاجه خاصه بالجزء ده، لكن احيانا في شخص ولد صغير فاصحابه بيقولوا له ايه ما يلا بينا النهارده نطلع من المدرسه ونشرب سيجاره، فهو لسه بيولع السيجاره بابا كان معدي شافه، هو لسه اول مره ده هو ربنا بيحفظه هنا بقى. صح. احنا ممكن نقول ايه يلحقه. ده معنى كده انه بيشرب سجاير كل يوم؟ لا خالص، هو ربنا بيلحقه من قبل ما يدخل في الذنب. تلاقي شخص يقول لك ايه انا عايز اصاحب فلانه، فيقوم بعت لها، يقوم باباها شايف فيقوم رايح مكلم باباها فيحصل مشكله، هو ربنا بيحفظه وبيحميه، لان الشخص ده قد يكون بينه وبين ربنا، قد يكون الاب والام فعلا تبقوا معاه في تربيته بيدعوا له. فهنا حته الرصيد طبعا رصيد، لكن الفكره ان ربنا حاطط علينا سترنا كلنا، تمام؟ صح. فلما نيجي نشوف بقى حياتنا احنا بالنسبه للناس اللي حوالينا، جبرنا بخاطر كام واحد ولا كسرنا بخواطر الناس؟ ولما حسينا ان في شخص في الشله بتاعتنا كان شخص، انت عارف حتى جبر الخواطر في ايه؟ لما واحد ما يبقاش معاه مثلا محتاج فلوس وهو محرج قوي 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 وجاي بيحاول ان هو على قد ما يقدر بيحاول يشرح لك ظروفه، نوع من الاستحياء، هو مستحي ان هو يقعد يتكلم معاك. اهو من جبر خاطرك بيه يا شريف انك انت تحاول ترفع عنه الحرج وتفهم على طول من غير ما هو يبدا يتكلم، وتحاول تساعده بطريقه انك انت ما تجرحوش بيها. اهو ده جبر خاطر. يعني معنى كده مش جبر الخواطر ايه؟ كلمه. كان في صحابي اسمه جليبيب ايام النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام. فكان صحابي شكله مش حلو، ربنا ما ادالوش قدر كبير من الجمال، تمام؟ فكان يحس ان هو دايما مذموم ما بين الصحابه، وكل ما يروح يخبط على بيت ويحاول ان هو يتقدم لحد فكله رفضه. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم بقول له يا رسول الله هو انا ممكن شكلي الوحش، تخيل يقول له انا شكلي الوحش ده ممكن ما ادخلش الجنه؟ قال له ليه بتقول كده؟ لا طبعا. قال له طب انا ليه محدش بيرضى يفتح لي بيته ويزوجني بنته؟ فقام قايل له ايه النبي صلى الله عليه وسلم، بص جبر الخاطر، قال له روح لفلان بيت فلان اجمل بنت من بنات الصحابه اللي كل الصحابه كانوا يتمنوا ان هم يتزوجوها، فقال له روح وقول له ان انا جاي لك من عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان اخطب بنتك. فراح وخبط على الباب، فالوالد طلع فقال له انا جاي لك من النبي صلى الله عليه وسلم عشان زواج بنتك. فهو سمع زواج بنتك، ده النبي اللي جاي بعته يعني عشان النبي اللي يتزوج. فقال لك طبعا، هو احنا هنلاقي احسن من النبي؟ قال له لا 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 ليا انا. فقال له طب هو ما فيش ده قدامه يعني النبي ما لقاش حد غير جليبيب؟ فالزوجه واقفه ورا فسمعت، فبتقول له في ايه؟ فقال لها كذا كذا كذا. قالت ايه ده يعني تقدم لها كل دول ومش هنقبل غير بجليبيب؟ فقاعدين بيجرحوه. فالبنت اللي بتسمع فبتقول لهم جماعه ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعته، انتوا عايزين تردوا كلمه النبي هو اللي باعت؟ بص جبر الخاطر، حتى النبي دعا لها دعوه ان ربنا يرزق حياتها كلها رزق واسع وما يحطهاش في حاجه وحشه ابدا. فليله الدخله غزوه احد طلعها، فكان هنا جليبيب قدامه اختيار، هيتزوج ولا هيروح الغزوه، وليه عذر ان هو ما يروحش الغزوه. راح الغزوه، حتى راح من غير ما يستاذن النبي عشان النبي ما يرجعوش، وقام لافف وشه عشان ما حدش يعرفه، ودخل الغزوه واستشهد في الغزوه. لا اله الا الله. النبي بيسال الصحابه بعد الغزوه احنا مين اللي مش معانا دلوقتي، مين اللي مش موجود؟ فقعدوا يذكروا له مين اللي استشهد، مين اللي استشهد، مين اللي استشهد، وما جابوش اسمه جليبيب. فالنبي عاد عليهم السؤال الثاني والثالث ما جابوش اسمه. بص من كتر ما هو شخص متواضع قوي ومش موجود، فالنبي قال لهم والله نفتقد جليبيب، روحوا دوروا عليه. راحوا دوروا عليه لقوه ميت في وسط سبعه، قتل سبعه ومات. فمات جليبيب. بص جبر الخاطر، النبي هو اللي دفنه بنفسه، لدرجه ان احد الصحابه يقول لك انا كنت اتمنى في اللقطه دي ان انا اموت وابقى مكان جليبيب في حضن النبي، والنبي دموعه وقعد يدعو له دعوات في وقت كبير جدا 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 ما حصلتش لاي حد، ودفنه. وكان زوجته بقى اللي هو لسه ما دخلش بيها ما شاء الله كانت من اغنى اغنياء في الوقت دوت بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جبر بخاطره. جبر بخاطره بإيه؟ بزواج، يلا روح كذا. احنا النهارده هل في حياتنا شخص يقول لك ايه الشخص ده شخص محترم ومتعلم ومثقف لكن معهوش فلوس ومش قادر انه يتزوج، طب انا هساعده واجبر بخاطره؟ فهنا جبر الخاطر على الله، اللي يجبر بخاطر الناس واللي يداوي
جرح الناس، لان النهارده كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا ظروف محتاجين نتحمل بعض. لو ما كناش قادرين نطبطب على بعض ما نكسرش بعض، ونحاول نكون اشخاص نجبر بخاطر بعض عشان ربنا يجبر بخاطرنا من فوق السماء. يا رب امين. نسمع من بوك ربنا. والله يا يوسف أمين. يعني استمتعت جدا معاك، واكيد طبعا هنكمل بقيه القصه الجميله دي الجمعه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما حضراتكم كده كنتم متابعينا ان احنا كنا بنتكلم عن جبر الخواطر. يا ريت لو كل حد في ايده ان هو يقدر يجبر بخاطر حد، وطبعا كلنا يعني تحت رحمه ربنا ان ربنا يجبر بخاطرنا جميعا. يا ريت تساعدوا غيركم واللي يكون في ايديكم، ومن غير ما تحسسوا انك ساعدته او جبرت بخاطره، ان دي حاجه مهمه جدا. كده كنا خلصت حلقتنا معاكم النهارده، وهنشوفكم بكره في نفس الميعاد الساعه 6:30 على صدى البلد 2 في برنامج انبوكس. سلام.